حركة غريبة دبت في شارعنا الهادي من كام شهر لإعادة رصف وسفلتة الشارع اللي هو أصلا زي الفل والله، وما كانش محتاج أي حاجة. جيوش من العمال رايحة جاية عمالة تكسر في الرصيف وتشيل طبقة الأسفلت، وأنا والله مش عارفة ليه كل ده. اللي قهرني وكسر قلبي إن هم شالوا تماما قضبان المترو، آخر أثر لمترو مصر الجديدة، ولغوا مسار المترو ده تماما، والحمد لله وسعوا الشارع اللي هو اصلا واسع جدا. مترو مصر الجديدة له ذكريات مع كل سكان مصر الجديدة، خصوصا اللي منهم فوق الـ40، مفيش حد مركبوش ومفيش حد ملوش ذكريات معاه، واغلب الدول بتحتفظ بخطوط المترو دي وبتجيب عربيات جديدة ليها لانها بتعتبر جزء من تراث البلد. مفيش حد فينا ما سمعش عن ترام سان فرانسيسكو، وعلى فكرة المترو والترام مسميين لنفس الشيء، ومفيش حد فينا منزلش اسكندرية وشاف التطور اللي حصل في الترام هناك اللي اعتبروه جزء من عوامل الجذب السياحي في اسكندرية، وعملوا هناك ترام كافيه وبقى فيه انترنت. يعني ببساطة كان ممكن مترو مصر الجديدة يفضل ويبقى عنصر جذب سياحي، خصوصا ان اغلب شوارع مصر الجديدة عريضة جدا والمترو ما كانش واخد مساحة الشارع محتاجها. واعتقد ان اغلب سكان مصر الجديدة هيوافقوني الرأي ده. خلوني الاول احكي لكم ازاي المترو وصل شارعنا وازاي اتشال قبل ما نحكي قصة مترو مصر الجديدة. في 6 اكتوبر سنة 1981 حصلت حاجة محدش كان يتوقعها تماما، وكانت صدمة لمصر كلها، وهي اغتيال الرئيس الراحل انور السادات. حصلت طبعا ربكة وقتها، لكن لوجود محمد حسني مبارك في منصب نائب الرئيس في الوقت ده، زي بالظبط ما كان السادات نفسه نائب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فكان الامر محسوم بالنسبة لمين اللي هيتولى رئاسة مصر. حد هيسألني ويقول لي ايه علاقة ده بموضوعنا؟ لا، هو اللي بحكيه هو اصلا كان السبب في وصول المترو لشارعنا وان هو يفضل هناك لاكتر من 32 سنة. المترو وقتها كان بيعدي جنب بيت نائب الرئيس محمد حسني مبارك. لما تحول علشان يكون الرئيس كان لازم يتحول معاه مسار خط المترو، وعلشان ما يبقاش لازق في بيت الرئيس ففي اقل من شهر بالظبط تم تحويل المسار علشان يمر من شارع احمد تيسير بدلا من المسار القديم بتاعه. وبكده تحول المترو لشريك حياة في شارعنا من سنة 1981. لما بدأت المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق واللي برضو بتمر من شارع أحمد تيسير، بس ده تحت الأرض وده فوق الأرض، بدأ بالتدريج إلغاء خط المترو، بس فضلت القضبان موجودة. أنا في الوقت ده كان عندي أمل يكونوا بيفكروا يطوروا، بس للأسف ما حصلش على مدار الكام سنة اللي فاتوا لحد ما القضبان والمسار اتشالوا تماما. الممتع في قصة المترو هي ليه المترو ده اتعمل ومين اللي عمله وكان الهدف منه ايه، وهي دي حكايتنا النهاردة. منطقة مصر الجديدة منطقة فرعونية في الأساس. طبعا ناس كتير هتستغرب ازاي فرعونية؟ ايوه هي فعلا فرعونية، واللي منكم مش مصدق خلونا نتابع الفيديو ده لجزء من فيلم الوسادة الخليل لعبد الحليم واللبنى عبد العزيز. في المشاهد اللي كانوا بيتمشوا فيها هتلاقي اثار في المنطقة اللي كانت ورا الميريلاند، وانا نفسي اعرف الاثار دي راحت فين دلوقتي. طبعا ده غير مسلة المطرية اللي موجودة في منطقة المطرية اللي هي قريبة جدا من مصر الجديدة، وكان اسم المنطقة دي في فترة مصر القديمة هي اون، وتغير اسمها بعد كده في العصر اليوناني، اصل مصر عدى عليها كل الحضارات والامبراطوريات، فبقى اسمها هليوبلس، وهو الاسم اللي لسه اهل مصر الجديدة بيستخدموه لحد دلوقتي. طبعا باقي الناس بيفتكروه اسم اجنبي، او ان اهل مصر الجديدة عوجين لسانهم وعاملين فيها اجانب، بس هو الاسم الفعلي هو هليوبلس ومعناه مدينة الشمس، علشان كده الجامعة اللي اتعملت هناك بين العباسية وبين مصر الجديدة اتسمت جامعة عين شمس. في سنة 1905 كان بارون بلجيكي اسمه ادوارد امبان صاحب بنك بروكسل البلجيكي بيتمشى بحصانه في المنطقة دي. المنطقة دي وقتها كانت عبارة عن صحراء، عجبته المنطقة فقرر بالاشتراك مع باغوس نبار باشا انه يشتري 5952 فدان علشان يعمل فيها مشروع سكني، خلينا نشبهه بالرحاب ومدينتي دلوقتي. طبعا اغلبنا لما بيسمع كلمة البارون هيفتكر قصر البارون. فعلا البارون امبان هو اللي بنى القصر ده لنفسه في بداية المنطقة اللي قرر يعمرها،
وكانت المنطقة السكنية والقصر كلها مبنية على الطراز الهندي، وده علشان هو قرر يخلي طراز المنطقة دي فريد من نوعه، على عكس وسط البلد المبنية على الطراز الفرنسي والمناطق العريقة الإسلامية المبنية على الطراز العربي. وقتها سمى البارون مبين شركته شركة واحد هليوبلس، لأن هليوبلس أو مصر الجديدة، وأنا لحد دلوقتي مش عارفة هي جت منين كلمة مصر الجديدة، كانت أشبه فعلا بواحة في الصحراء، وكانت بعيدة بكام كيلو عن أقرب نقطة سكنية ليها وهي العباسية. عمل وقتها البارون في هليوبلس أكبر فندق في الشرق الأوسط، وهو فندق هليوبلس بالاس، واللي تم تأميمه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وتفتكروا بقى ايه دلوقتي؟ تحول لقصر الاتحادية، وبرضه هنلاقيه مبني على الطراز الهندي. ورغم وفاة البارون في بلجيكا، الا ان حب الشديد لمصر خلاه يوصي ان هو يدفن فيها، وفعلا اتدفن في كنيسة البازيليك اللي بتتوسط هليوبلس او مصر الجديدة، وبالتأكيد هو اللي بنى الكنيسة دي. نيجي بقى لقصة المترو، موضوعنا النهاردة. البارون كان سابق عصره في كل حاجة تقريبا، وقت ما قرر يبني هليوبلس كان عارف انها بعيدة جدا عن اقرب منطقة سكنية ليها، وطبعا في بداية القرن العشرين كانت نسبة العربيات قليلة جدا في مصر، وان ده هيكون عامل ضعف في التسويق ليها. فعمل الفكرة اللي ما تخطرش على بال اي حد في الوقت ده، عمل شركة في سنة 1910 سماها شركة سكك حديد مصر الكهربائية ووحات عين شمس، وبدأ إنشاء أول خط بين القاهرة وهليوبلس بواسطة الشركة دي. وكان الخط ده في البداية بين محطة كوبري الليمون اللي هي ميدان رمسيس دلوقتي وميدان روكسي لمسافة 7 كيلومتر، وكان ده أسلوب تسويقي فريد من نوعه ومحتاج جرأة كبيرة جدا، لأن أنت بتصرف في مشروع المترو وتوصله لمنطقة صحراوية وانت لسه ما عملتش اصلا مشروعك الاساسي. بس الحقيقه ان المترو ده كان من اهم عوامل التسويق لضاحيه هليوبلس. طبعا المترو ده بعد كده بقى 3 خطوط بدل خط واحد، ووصلت الخطوط الثلاثه لكل نقطه في هليوبلس، ده غير خطين تانيين كانت نقطه بدايتهم من منطقه الدراسه، ودول اللي اتغير مسارهم سنه 1981. اتعمرت هليوبلس او مصر الجديدة بسبب فكرة المترو، وتحولت لواحدة من ارقى واهم احياء مصر كلها. افكار كتير جدا ممكن نقتبسها من قصة البارون مبان وتجربته الناجحة، كان ممكن يستفيد منها كتير من اصحاب المشاريع العقارية، بس للأسف المشاريع دي كلها بتخاطب فئة ملاك السيارات وطبقة معينة من المجتمع. اما الطبقة الوسطى اللي بتمثل الغالبية العظمى من الشعب فمتسامة لتحكم اصحاب الميكروباصات وفوضى التكاتك. الله يرحم البارون مبان صاحب انجح تجربة تسويق عقاري في مصر، وده علشان هو اهتم بنقطة واحدة بس، وهي يا ترى الناس محتاجة ايه.